إذن من أخبار الرياضة إلى مركز الفوارة غرب القصيم، وهناك يعيش شاب مع ذئاب طيلة يومه ويطعمها بيده، أحمد العثمان، ومزيد من هذه التفاصيل عن هذه القصة. لا تكاد ترى هذه الحيوانات عن بعد إلا وتشعر بالخوف، لكن مع هذا الشاب الوضع مختلف. رائد العريمة اعتزل العامة واختار صداقة الذئاب والاعتناء بها، أتى بها إلى هنا بقصد الحفاظ عليها وحباً بها. والله أنا حبيت الذئاب، أنا أول أكشت يم جبال عندنا قال لها جبال موشم، فشفت الذئاب عندنا يعني في ذئاب أشوفها مرمية عندنا، فيعني الواحد يتأسف أن الذيب يرمى، وحبيت أجمعها، جمعت لي كم ذيب وبدأت أروضها وألعب معها، وفي بعضها يعني كانت صغيرة يعني رضعتها ترضيع وتطلع معي تلعب معي، تطلع برا أخذها معي بالسيارة أروح لأي مكان، ما منها خوف. الذئاب وفية بس يبي واحد يوفي معها. رغم أن هذه الحيوانات المفترسة تعتبر الإنسان من أشد أعدائها، إلا أن ترويض رائد لها جعل منها حيواناً أليفاً يجالسه ويلاعبه ويطعمه من يده. والله كثير حنا نسمع أن الذيب غدار والذيب زي كذا، جبنا الذيب وشفنا على طبيعته، عامل الذيب معاملة زينة تشوف كل شيء يسرك، يعني كأنك تعامل مع واحد من خياك ولا يغادر فيك ولا شيء، أي وقت أجيه وأجلس عندنا أي وقت، بنص الليل وظلام أجلس لحالي، وظلام أجلس لحالي هنا وأسهر معه، أسهر بالساعات يلعب معي وانبسط واستانس ثم نمشي. طبعا الذئاب اللي يقول شرس الذيب بعضهم يروح يطرحه أو يدعس الذيب فيكون منجرح، يعني خلاص الذيب يا أنت يا الذيب، الحين الذيب انتحاري وقتها، يا أنت يا الذيب، يعني حاول قدر المستطاع بياخذ حقه منك. لا يخشى هذا الشاب الذئب كما يقول، يجازيك بحسب تعاملك معه، وتتصف الذئاب بصفات تميزها عن غيرها من الحيوانات، وقد أطلق العرب اسم الذئاب على شجعانهم. أحمد العثمان، MBC، مركز الفوارة،